السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم ان شاء الله جيت نوريكم كيفاش ممكن نقطعوا هذا القادوس اللي كيكون غادي بحال هكا في الارض، كيفاش نديروا نقطعوه وحنا ما عندناش كيفاش يتقشر منشار ولا مثلا الليمون باش نقطعوا بالليمون، وما عندناش ان شاء الله والله ما يمكنش باش تدخل لنا هنا، البلاصه كتكون ضيقه. اليوم غنوريكم الطريقه كيفاش ممكن بابسط طريقه وسهله اللي هي السلك. اليوم غنحاولوا نستعملوا هذا السلك كما كتشوفوا هذا، ويدير لنا واحد التقطيعه اللي غتكون فيني باش نقطعوا هذا ونديروا فيه واحد الكود هنايا، حيت هذا ما بقاش خدام من هنايا، نوليو من هنا باش نطلعوا به من هذه الجهه. تبعوا معايا الطريقه وانتم غادي تشوفوا كيفاش كنديروا نقطعوا به. نشدو السلك بحال هكايا، كنعوجوه شويه من هنايا وكندخلوه. نشوفوا العضله اللي خصنا فينا نقطعوها، مثلا مثلا بغيتو انا تقطع هاد البلاصه هادي، كنشدو اللقاط مثلا ولا اللي كان كنعوجو كندويو عليه باش ما يضغطش في يدينا. الثانيه كنشدو بها من هنا وكنبقاو نخدمو بها هكايا، وكنديرو ضربه كبيره باش ما كيسخنش ويتقطع لنا السلك. شحال ما طولتي يديك مزيان ضيعتيها مزيان، يعني كتخدم هكا كتمشي ماشي كضرب غير قريب هكايا، هكا كيسخن السلك كيتقطع، ضرب ضربه كبيره. تقطعنا دابا هذا هنا، هذا نقدر دابا مثلا نهرسه، كما كتشوفوا هي التقطيعة كتجي فيني هنايا، يعني مكاينش كتجي فيني، ممكن دابا نسقط فيها الكود كيما بغينا شويه. كتجيش تقطع عوجها ولا كتكون مزيان. هذه هي الطريقه اللي كنصحكم بها باش تخدموا بها، وهذا كما كنقول لكم دائما حنا كنوريكم هذه الطرق هذه للناس المبتدئين اللي مازال ما عندهمش مثلا الماتيريال، يعني كيحاول باش يديباني راسو، كنوريكم هذه الافكار اللي كتكون سهله وبسيطه اللي ممكن تستعملوها وتنفعكم في الحياه ديالكم وبلا ما تجيبوا المعلم. نتمنى يكون استفدتوا من هذا الموضوع هذا، مي عندنا في موضوع اخر ان شاء الله. الى اللقاء، ما تنساوش تشتركوا في لاشين باش دائما توصلوا بالجديد. مع السلامه.